الملعب سوف تنطلق مباراة شباب الوزداد وماميلودي ساون داونز. إذن بوبو تراوري حكم هذه المباراة من مالي هو الذي سوف يدير هذه الموقعة الذي يضيفه في هذه الموقعة. بوبو أطلق صافرة بداية هذا الشوط الأول. بوبو تراوري كل الأماني والتمنيات والدعوات والتراتيل والصلوات لفريقنا شباب الوزداد من أجل أن يخرج من هذه المباراة غانما فائزا منتصرا بثلاث نقاط، لما لا يتصدر هذه المجموعة بأربع نقاط. الفرصة ممكنة، ومن تعادل في لوبومباتشي أمام تيبي مازيمبي يمكنه أن يخرج بنقاط هذه المباراة، ولو أن المباراة ليست في جنوب أفريقيا، ولو أن المباراة ليست في الجزائر في أرض محايدة، لكن هنا في دار السلام قد يبتسم السلام لأصحاب لون السلام اللون الأبيض. على يمين المشاهد الكريم شباب الوزداد يبدأ بقايا مرباح في المرمى، مختار بالخيطر على اليمين، شعيب كداد مع سفيان بوشار في محور الدفاع، شمس الدين نساخ على الجهة اليسرى، عودة زكريا دراوي إلى وسط ميدان فريق الشباب اللاعب الأساسي للفريق اللي غاب في المباراة السابقة أمام تيبي مازيمبي بداعي الإصابة. بلال طريقات الذي أدى مباراة كبيرة أمام تيبي مازيمبي وكان وراء الكثير من الكروات الخطيرة لفريق الشباب، حاضر في المباراة اليوم مع أمير سعيد الأمير وريان حايس الذي أبدى أيضا في لقاء أمام تيبي مازيمبي. يوسف بشوي اللي دخل احتياطيا يسجل حضوره في هذه الموقعة في هذه المباراة، بالمقابل عودة حسين سلمي بخيارات تكتيكية وفنية للمدرب فرانك دوما، خلينا نقول خيارات فنية طبعا نظرا لأن كوكبو معاقب تراكم البطاقات الصفراء. كوكبو اللي لعب أساسيا في اللقاء السابق يغيب داعي العقوبة كوكبو، بينما انغونبو يدخل ضمن الخيارات الفنية للمدرب فرانك دوما، فضل على يوسف بتشو في الخط الهجومي لفريق الشباب الوزداد. ولاد العقيبة هذه كرة استعادها الأمير، انطلق يوسف بتشو ضيع فرصة كبيرة في تيبي مازيمبي في لوبومباتشي. يوسف كان يمكن أن يسدد كرة ويسجل هدف الفوز، بتشو يسدد في أول محاولة، لا هي عرضية ولا هي تسديدة إلى المرمى، لكن كرة إلى ركلة مرمى لدينيس أونيونغو. يوسف يبشو لم يتمكن من خطف الكرة اللي كانت بحوزة شالولي، شالولي لعبها ثم جاءت التسديدة على المرمى. شعيب كداد حتى قرب المسافة ما خليهمش يقطعون مسافات طويلة من جنوب أفريقيا إلى تنزانيا، العكس تماما من شمال القارة إلى أقصى جنوبها. المهمة صعبة، ولو لعبت المباراة هذه ما بين شباب الوزداد وماميلودي ساون داونز في بريتوريا في جنوب افريقيا لكانت الاجواء في جنوب افريقيا تشبه الاجواء في الجزائر، لكن العكس لا. كرة خطيرة امير سعيد، امير سعيد والكرة وين؟ سهلة بيدي حارس المرمى كينيدي مويني الحارس الزامبي. الشوط الثاني مفتوح، الشوط الثاني فيه فرص، في تبادل الفرص، في امكانات من الجانبين خاصة من شباب الوزداد. عرضية وقاية مرباح خطيرة، ما زالت الكرة لفريق ماميلودي. لفو دار، لفو دار، لفو دار وسط الديار، لفو دار أبعد قاية مرباح في الشوط الأول. الشوط الثاني اللي من المفروض يكون أكثر تركيز لاعبي الشباب خاصة حارس المرمى والدفاع، يتسبب حارس المرمى في الهدف الثاني والشيء ما يسأل عن الهدف الثالث، ولا ننسى أيضا بوشار في الهدف الثاني ومختار بالخيطر في الهدف الثالث. الدفاع من حارس المرمى إلى بقية اللاعبين يسألون عن هدفي ماميلودي ساون داونز الذي صار يمطر شباب الوزداد في هذه اللحظات. كرة تعود لزكريا دراوي، دراوي لمن؟ دراوي إلى الوسط لسالمي، انطلق بها سالمي وصل عليها، يبحثون عن الظلال، سالمي على الأرض، الحكم لم يؤشر على خطأ، ما زالت مستمرة لسمير عبود، سالمي على الأرض والكرة لأمير سعيد، هل يمر؟ هل يوقف اللعبة؟ وزع كرة بدت قصيرة عن ريان بهدف رابع مفتاح في البطولة الجزائرية في الأسبوع الرابع عشر. كرة أخرى تدور، نساخ أبعدها ولكنها مستمرة صفراء،
صفراء برازيلية عند الفريق الجنوب افريقي. ماميلودي سانداونز سوف يتصدر هذه المجموعة بست نقاط إذا أنهى المباراة بالفوز. ست نقاط وبالتالي يبقى شباب الوزداد متذيلا لترتيب هذه المجموعة، لأنه راح يتذيل ترتيب المجموعة بالرغم من عنده نقطة. الهلال نقطة ناقص هدفين، شباب الوزداد نقطة ناقص هدفين، لكن دفاع شباب أسوأ من أن لا تتلقى هدف ويخرج لاعب بالبطاقة الحمراء. يعني صدقني لو ضاعت ركلة الجزاء، لو ضاعت ركلة الجزاء وانت خرجت نفس السيناريو كما لو سجلت، لكن لو سجل الهدف وانت باقي على أرضية الميدان كان الأمر يكون مختلف يا شعب. إلى تشجيع المدرب، إلى تشجيع الطاقم، سمعنا يعني في الطاقم الفني من يتحرك، لكن أيضا المدرب عنده قراراته. وضعية تسلل أخرى على بيتر شالوليلي، مدرب ماشي فريقه خاسر، هو قاعد جالس ساكت كأن الأمر لا يعني يطالب يطلب من المدرب.